أهلا بحضراتكم متابعين اليوم السابع. تحل اليوم الذكرى السادسة على رحيل أحد عمالقة دولة التلاوة القديمة، فضيلة القارئ العلامة الشيخ السيد متولي عبد العال، ابن قرية الفددنة تابع لمركز فقوس بمحافظة الشرقية. احنا معانا حاليا القارئ والطبيب صلاح السيد متولي عبد العال، نجل فضيلة الشيخ السيد متولي. بنرحب بحضرتك على اليوم السابع. واحنا كنا متشوقين، كنا سمعنا يعني من حضرتك في احد اللقاءات مولانا توفى ليلة الأربعاء. تمام، احكي لنا كده اليوم واللحظات الأخيرة. اهلا بحضرتك يا استاذة فتحية، وشرفتونا وجمهور اليوم السابع كلهم شرفونا. بالنسبة لوفاة فضيلة الشيخ سيد متولي عبد العال رحمه الله تعالى، كانت ونعم الخاتمة، ربنا يرزقنا حسن الخاتمة جميعا يا رب. كان هو بيقرأ في عزاء في قرية الفدادنة بجوار المنزل عندنا في مضيافة عزاء، كان ليلة 27، وسبحان الله كان بيقرأ بعد العشاء كأنه يعني ما فيش أي حاجة خالص، وأدى أداء قوي وتلاوة كانت مميزة وخاشعة جدا. يعني قرأ من خواتيم سورة لقمان وأول سورة السجدة، كان في آيات ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فسبحان الله يعني كانت آيات في نفس السياق. يعني بعد ما خلص القراءة توفاه الله، كانت في بعد ما نزل من التلاوة بعد الأداء الطيب الجميل ده توفاه الله. يعني قبل ما يوصل للبيت بعد التلاوة مباشرة بدقائق معدودة. يعني ما كانش مولانا رحمة الله عليه يعني من أي حاجة؟ لا خالص، لا الحمد لله. يعني من بقى اللي من كبار قراء القرآن الكريم اللي حضر عزاء الشيخ سيد متولي عبد العال وقرأ ليه؟ والله جميع قراء الإذاعة. هو العزاء استمر 3 أيام، كان تدافع جمهور رهيب، يعني جميع قراء الإذاعة كلهم حضروا، على رأسهم فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله، والدكتور فرج الله الشاذلي رحمه الله، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ إسماعيل الطنطاوي، وجميع قراء الإذاعة كلهم. استمر العزاء 3 أيام، 3 أيام متواصلة.